أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة التلميحات الإماراتية بالانسحاب الرسمي من اليمن وانعكاس ذلك على الموقف السعودي وارتباطه بما حققته من مصالح. تلميحات إماراتية بالانسحاب الكلي من اليمن، ذلك ما ورد على صفحات شخصيات مقربة من بيت الحكم في أبوظبي، لكن هنالك اختلافات حول أهداف هذه التلميحات أو حتى الانسحاب. فالبعض يعتبرها نتيجة طبيعية لأهداف الإمارات بالسيطرة على الموانئ والجزر اليمنية وتأسيس قوات محلية ترعى وتحافظ على هذه المصالح دون ما الحاجة للتواجد على الأرض، بينما يرى البعض الآخر أن تلك التلميحات هي بمثابة تهديدات للسعودية التي سعت الإمارات لإغراقها في حرب اليمن ومن ثم تركها وحيدة أمام التبعات. عند هذه التلميحات وقراءاتها المختلفة سنتوقف في حلقة اليوم لنناقش في محورين: هل حققت الإمارات أهدافها وضمنتها وحان وقت الانسحاب، أم أن هدفها في إغراق السعودية كما يرى البعض في حرب اليمن هو الذي تحقق؟ قبل النقاش نتابع التقرير. هل تحقق ما تصبو إليه الإمارات حتى تلوح بانتهاء مهامها في اليمن؟ لربما، لكن ما الذي تحقق بالضبط؟ سؤال أصدق إجابة عليه ما يعتمل حاليا على الأرض في المناطق الخاضعة فعليا لسيطرتها. والواقع أن حربا مناطقية بدأتها القوات التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن، وسعيا حثيثا لتفتيت اللحمة الوطنية وتغيير الديمغرافيا اليمنية أملا في إنجاز الانفصال. لكن هل جاءت الإمارات حقا لتحقيق مشروع الانفصال؟ هنا عليك البحث في تحركاتها والمناطق التي أخضعتها لسيطرتها أو أسست فيها قوات تنفذ توجهاتها وأهدافها المرسومة بدقة، والمشروع السياسي الذي تتبناه والمتمثل بالمجلس الانتقالي الذي يسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله. وبتتبع منطقي للأحداث يتبادر للذهن سؤال آخر: لماذا تسعى الإمارات لتقسيم اليمن وما فائدتها من ذلك؟ وهنا تصبح الأجندة الخفية أكثر ما تكون وضوحاً من خلال تتبع مناطق السيطرة الإماراتية بدءا من ميناء عدن وما له من ارتباط وثيق بتعطيل موانئ دبي في حال فك لجامه، مرورا بسعيها للسيطرة على سقطرى وجزر أخرى مطلة على مضيق باب المندب وحتى موانئ الحديدة والمخا غربا. تلك هي خارطة السيطرة الإماراتية وتلك هي أهدافها من الحرب على اليمن. وعطفا على ذلك، قد يتساءل البعض: هل ضمنت الإمارات فعليا تحقيق أهدافها في اليمن؟ ذاك ما يؤرق بالها وما دفعها نحو إيران لتقاسم الغنيمة، وما هي مستعدة من أجله لمحاربة أي توجه نحو إيجاد الدولة في اليمن؟ نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة الألمانية برلين، المحلل السياسي الدكتور علي العبسي ينضم إلينا من هناك. أهلا بك دكتور علي. بداية دكتور، ما قراءتك للتلميحات الإماراتية الأخيرة حول الانسحاب من اليمن بشكل نهائي ورسمي؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك انسحاب نهائي بالنسبة للإمارات. الإمارات تستطيع هكذا الانسحاب بشكل كامل من اليمن دون تحقيق أهدافه التي قدمت من أجلها. الإمارات في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات، الإمارات دفعت تكاليف بشرية ودفعت تكاليف مالية كبيرة للغاية، لا يمكنها بسهولة التخلي عن ذلك، ولكن يبدو هناك نوع من إعادة ترتيب الأوراق، ترتيب القوات، الانسحاب من الأماكن والجبهات التي لم يعد هناك فائدة أو غرض أو هدف للإمارات منها. يعني انسحابها من الساحل الغربي نتيجة أن المدى التخليدة أصبحت الآن محصنة ولم يعد بإمكان الإماراتيين السيطرة عليها. كذلك في مناطق أخرى هي انسحبت من أماكن التي ليس لها نفوذ وليست ذات أهمية استراتيجية، أهمية بالنسبة لاستراتيجيتها في اليمن، مثل مأرب والساحل الغربي ومناطق أخرى. لكن انسحاب من اليمن هذا شيء مستبعد، لا أعتقد أن الإمارات ستنسحب هكذا. بالمناسبة القوات الإماراتية ليست ذات حجم كبير، ربما 5000 جندي أو أكثر. النفوذ الإماراتي ليس نفوذا عسكريا بالواقع، يعني ليست احتلالا لمواقع وحضور عسكري طاغي، لكنها التحكم عبر أدوات محلية. الإمارات تتحكم في اليمن عبر أدوات محلية، وبالتالي وجودها من عدم في اليمن لن يحدث ذلك الفرق الكبير. طيب نرحب أيضا معنا بالعاصمة السعودية الرياض الكاتب الصحفي سلمان عسكر. أهلا بك سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله.
إذن الحرب انتهت في اليمن إماراتيا كما جاء في التغريدة الأخيرة لأكاديميين إماراتيين مقربين من دور الحكم، وكما قال عبد الخالق عبد الله تحديدا يجب أن تتوقف الآن رسميا. ماذا عن المملكة العربية السعودية؟ هل تسير في ذات المسار الإماراتي كتحالف عربي أم أنها تركت لوحدها في حرب اليمن كما يقول البعض؟ أحييك وأحيي السادة المشاهدين عزيزي. أولا ما عبد الخالق عبد الله هذا اسم مجهول، أنا لا أعلم من هو يكون. أكاديمي إماراتي معروف. نعم، لو كان الذي يتكلم شخصية معروفة في الوسط السياسي فعلا هي مضطربة من القيادة الإماراتية كأنور كركاش أو غيره لقلنا قد يكون الأمر صحيح. أما أن يأتي شخص كان في الماضي ثم يتكلم التحالف العربي يا سيدي، وهذا ما أريد أن أوضح لك وللسادة المشاهدين، عمل منظم لديه ناطق للتحالف وهو العقيد الركن الطيار تركي المالكي الذي هو يتعامل ويتكلم ويتحدث دائما وعلى مدار الساعة وعند أي اتصال لأي وسيلة إعلامية بالحقائق بكل شفافية ووضوح. ما يحدث الآن هو زوبغة وشغل إعلامي إخواني قطري ولهم أجندة واضحة. بالأمس كانوا يقولون أن الإمارات العربية المتحدة استحلت سوق قطرة وأنها استحلت المهرة واستحلت الساحل والمخا، والآن يتباكون أن الإمارات هربت، بل للأسف أنهم يطلقون على ذلك انسحاب، بينما هذا في عالم الفروق غير صحيح. ما حدث من التحالف الآن في سوريا وتراجع بعض الدول لا يعتبر انسحاب يا سيدي، هو تراجع أو تحديد موقف أو تغيير مسار. عموما ما أريد أن أوضح اتجاه سؤالك بأننا نتعامل نحن هنا مع القنوات الرسمية. طيب برأيك ما الأهداف هذه التي يلجأ إليها القيادات في الإمارات لأن تأتي هذه التصريحات من قبل هذه الشخصيات عندما يقول بالنص الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا، ويقول من الآن الإمارات ستضع كل ثقلها السياسي والدبلوماسي لتدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب اليمني الذي عانى كثيرا جراء الانقلاب؟ طبعا سأوضح لك هذا النقطة وسأعرج عليها بكل وضوح. أنا أتكلم بأدلة واضحة وصريحة كانت أمام العالم جميل. بعد طرد قطر من التحالف العربي في اليمن بأقل من شهر حدثت هناك معلومات بأن هناك خلافات سعودية إماراتية في جهة معينة من اليمن وأن القوات الإماراتية تراجعت وهربت من الموقع. هذا بعد كم؟ بعد أسبوع واحد فقط من طرد قطر، بينما إلى الآن ولله الحمد الإمارات والسعودية كالسمن على العسل لا يشوش بينهما أحد. فما يحدث الآن هو شغل قطري تركي إخوانجي مع الإصلاح أيضا في اليمن يتعاملون بهذه المعلومات التي يعني أنت تقصد أن مثلا كهذه التغريدات التي تأتي عن عبد الخالق عبد الله أحد المستشارين السياسيين القريب من محمد بن زايد أنه ربما قد يكون له علاقة أيضا بقطر وتركيا والإخوان وما إلى ذلك؟ لا يا سيدي، أنا ما أريد أن أقولها الآن عندما أنا 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 معك الآن ضيفك على الهواء، أنا المواطن السعودي سلمان عسكر، عندما أقول في تغريدة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال بأنها ستنتهي الحرب في اليمن، أنا أضرب مثالا الآن بعد أسبوعين، فهل الكلام الذي هو مصدر ثقة لي أم لناطق التحالف العقيد التركي المالكي؟ تمام. طيب أنقل هذه النقطة للدكتور علي العبسي تبقى مع نفس السلمان العسكر. لا لا أنا أسألك الآن من يكون الصادق، أنا أم ناطق التحالف؟ صحيح. طيب ننقل هذه النقطة تحديدا للدكتور علي العبسي الكاتب والمحلل السياسي من برلين. دكتور علي، هناك متحدث رسمي باسم التحالف وقنوات رسمية، لماذا الإمارات تسعى لنشر هذه الأخبار والإشاعات من خلال العديد من القنوات الأخرى ولا يتم الالتزام بالمتحدث الرسمي باسم التحالف برأيك؟ بداية هي ليست إشاعات، هذه تصريحات رسمية لوزير خارجية أو وزير الدولة لشؤون الخارجية أنور كركاش، وأعلن هناك إعادة انسحاب وإعادة ترتيب في القوات الإماراتية في اليمن، واستخدم كلمة انسحاب أيضا، وهذا المصطلح ليس من اختراع أحد وليس مصطلح إعلامي، هذا مصطلح استخدم من قبل مسؤولين رسميين إماراتيين، وحتى أنهم أعلنوا أنه جرى تنسيق الانسحاب مع القوات السعودية وأن ذلك تم أنه تم التحاور معهم منذ فترة، بمعنى الانسحاب موجود فعلا والانسحاب هو رسمي، أو إعادة ترتيب القوات هي كما قالوا كما سموها هو مسألة رسمية ليست مجرد افتراءات من هنا وهناك.
تصريحات اعتقد مساله التحالف، اداره التحالف هناك واضح هناك اختلاف تماما، يعني هناك قياده فعلا للتحالف موجوده في الرياض، ولكن الامارات تتصرف بمعزل عن هذا عن هذه القياده. هناك القوات الاماراتيه لديها قيادتها الخاصه وهي تتصرف بمحض ارادتها الخاصه، ولا اعتقد ان دور القياده السعوديه غير او القياده العليا للتحالف غير التنسيق في بعض الامور او على وجه الخصوص في مسألة الطيران، لكن هناك اختلاف تماما. طيب بالمناسبة مسألة الإمارات ومسألة انتهاء الحرف اليمن وإعلان انتهاء الحرف اليمن، هذا موضوع ليس جديدا. أنور القرقاشي أيضا كان أعلن عام 2016 أن دور الإمارات وأن الحرف اليمن حرب اليمن بالنسبة لأمريكا قد انتهت، ثم عاد بعد ذلك للانخراط في الحرب بعد خلافات سعودية إماراتية، هذا أيضا شيء معلوم ومعروف. المسألة الآن هي، لكن دكتور علي، الأستاذ سلمان عسكر والكثير ممن هم في معسكر التحالف يرأوا أن العلاقة ما زالت سمن على عسل كما يقول وصفها بين الإمارات والسعودية، لكن التحليلات وما إلى ذلك والأخبار التي تتعاطى مع أن الإمارات انسحبت وتركت السعودية أنها ربما تأتي في إطار المبالغة وشق الصف فيما بين السعودية والإمارات، ولها علاقة ربما بتداعية الأزمة الخليجية. اولا مساله الانسحابيه مساله واقع، يعني هذا مساله لا احد يستطيع ان ينكرها، يعني هذا امر حصل واعلنته الحكومه الشرعيه اليمنيه واعلنته الامارات واعلنته المملكه العربيه السعوديه ايضا ضمنيا، ان هناك قوات سعوديه ايضا حلت محل القوات الاماراتيه في مارب، وهناك ايضا واستلمت ايضا ميناءين، ميناء المخا وميناء الخوخه ايضا من القوات الاماراتيه، بمعنى هناك شيء رسمي، هذا مساله ليست محل شك. لكن لماذا السؤال ان دعنا نسال الاخوه الذين يقولون ذلك ان او يدعون العلاقه بين دول التحالف والامارات والمملكه العربيه على سمو عسل، لماذا تنسحب الامارات الان؟ ما هو الغرض من انسحاب الامارات الان؟ هل انتهت الحرب فعلا؟ اذا كانت السعوديه ما زالت تتعرض لهجوم من الحوثيين وهجوم مكثف منذ 3 اشهر، بمعنى ان الحرب تتصاعد، الحرب تتفاقم، الهجوم الحوثي على السعوديه يزداد، فلماذا تنسحب الامارات في هذه اللحظه؟ هناك شيء ما هناك يقولون لا يوجد اي موقف رسمي يثبت ان الامارات انسحبت كما يقول سيسي. ما ادري اذا لم يكن تصريح وزير الشؤون الخارجيه مثل انور القرقاشي يعني كافيا، ماذا نحتاج، يعني ماذا نريد؟ واذا كانت التصريحات المسؤولين في الصف الثاني عن ترتيبات الانسحاب، هذا الانسحاب الانسحاب واعاده ترتيب القوات، عن ماذا نبحث؟ يعني عن بيان رئاسي خاص؟ لا اعتقد ان المساله تحتاج كل ذلك. هناك اختلاف في الرؤى بين المملكه العربيه السعوديه والامارات، هذا مساله واضحه تماما. دعنا نشاهد بعض الاحداث اللي جرت ايضا في الفتره في الاونه الاخيره، قبل عام عندما دخلت قوات المجلس الانتقالي عدن وحصل احتكاك بينها وبين قوات الحمايه الرئاسيه ووصلت الى قصر المعاشير، من دعا جعلها تنسحب من مدينه عدن؟ اليست المملكه العربيه السعوديه وتدخلت عندما حصلت ازمه سوق قطره ايضا؟ لم تتدخل المملكه العربيه السعوديه ودفع الاماراتيين الى سحب القوات التي وضعها في سوق قطره؟ ايضا مؤخرا عندما اعلن الانتقال الجنوبي انه سيذهب لتحرير حضرموت من القوات ما سماها القوات الشماليه والمنطقه الاولى العسكريه، لماذا لم يتم ذلك؟ الم تتدخل المملكه العربيه السعوديه؟ هناك اختلاف بين السياسه السعوديه والسياسه الاماراتيه في اليمن وهي مساله واضحه للغايه. اعتقد ما حصل للاماراتيين ان وجدوا انفسهم انه لم يعد من الجدوى ايضا الاستمرار في الصراع ما دامت المملكه العربيه السعوديه تعرقل كل خطواتهم واستراتيجيتهم في هذا الجانب. ولذلك أرى أنهم حاولوا إعادة انسحاب من بعض الجبهات التي لم يعد لهم مصلحة فيها وتركوا السعوديين وحدهم. طيب أشكرك جزيلا الدكتور علي العبسي من برلين. أعود للأستاذ سلمان عسكر. إذا رسميا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هو من استخدم كلمة انسحاب في إطار حديثه عن تنسيق الانسحاب من المملكة العربية السعودية، وأيضا يقول أنه اتفقنا مع السعودية الشقيقة بالنص على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن. ما ملامح هذه الاستراتيجية القادمة أستاذ سلمان؟ أول عليك نورين، أنت جبتها من الأخير. تسمعني الآن؟ أسمعك أستاذ سلمان. شوف، إذا ثبت صحة كلام ضيفكم من برلين علي فأنا معنى غير كفو، أنا أظهر على قناتكم. إذا ثبت بأنه ورد في التغريدة كلمة انسحاب، يا أخي هناك فرق بين إعادة انتشار وانسحاب. أنا ما أدري يا أخي، بعض المحللين يرون أنفسهم محللين وهم لا يفقهون شيء، أنا لا أريد أن أسأل الرجل، يا أخي الرجل قال إعادة انتشار كموضع، عندما نقول في العلوم الحربية وفي عالم الحروب بأن هناك تكتيك أو استراتيجية أو إعادة نظر، فهل هذا يعني انسحاب؟ لا زالت الإمارات تقوم بدورها داخل اليمن يا أخي، أنا الآن قريب من الحدود اليمنية السعودية، لو حصل انسحاب للدبابات الإماراتية أو القوات الإماراتية نحن أول من يشاهدها في الجنوب. يا أخي بيشيلوا الدبابات هذه في الطيارات،
هذا مستحيل. الحقيقة أن التغريدة واضحة وصريحة، ولكن مشكلتنا أن هناك أصبح من يحاول أن يطمس الحقيقة أمام الأعين. التغريدة أنت قريتها، هل فيها كلمة انسحاب؟ طيب سيدي، دعنا نتفق أن هناك تغير ربما في الموقف الإماراتي وإعادة الموضوع كما تقول، والحديث من كركاش عن استراتيجية جديدة للحرب في اليمن. ما ملامح هذه الاستراتيجية التي تم التنسيق والتعاون والاتفاق مع المملكة العربية السعودية أستاذ سلمان؟ أيوة، الحرب مد وجزر. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هذه الدولتان هما رأس حربة التحالف. هناك عدد من التحالف، ولكن السعودية والإمارات تبقى رأس الحربة. ما حصل عند تحرير عدن، ولو عدنا إلى ما قبل 4 سنوات ونص، كيف تم؟ من هي القوة التي بقيت لتحمي عدن حينها؟ أليست الإمارات العربية المتحدة؟ فيما كانت المملكة العربية السعودية في مهمة أخرى. عندما استقرت الأوضاع في عدن، غيرت الإمارات خطتها الاستراتيجية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وتحولوا إلى موقع آخر في صرواح شمال المغرب. أليس هذا إعادة انتشار؟ أليس هذا إعادة تموضع؟ يعني لماذا الآن نقرأ العناوين من بما أنك تستشهد أستاذ سلمان، تستشهد بالوقائع، دعني أرد إليك بعض الوقائع. عندما بدأ الحديث عن إعادة تموضع القوات الإماراتية مثلا في مارب، حصل ما حصل وتم قصف منزل المحافظ في مارب ومواقع أخرى، لأنه قيل أن منظومة الباتريوت الإماراتية انسحبت. أيضا خلال اليوم قبل الماضي في عدن أيضا حدث ما حدث في معسكر جلاء، عندما قيل أنه سحبت منظومة الباتريوت الإماراتية ولم تبدأ بالعمل منظومة الباتريوت السعودية. هذه كوقائع. أيوة كوقائع. اسمح لي أجيب عليك. هل أجيب على السؤال؟ تفضل أستاذ سلمان. طبعا ما حدث في عدن مؤخرا يا سيدي هذا ليس بجديد، وهذا امتداد منذ دخول الحوثيين وقتها إلى اليوم. هناك عمليات، وأنت تعرف وتعلم جيدا كم قتل من أئمة المساجد. ما يحدث الآن هو عملية انتقام. لا أريد أن أدخل في الشأن اليمني، ولكن هذا واضح وصريح. هي ردود أفعال، هي تصفية حسابات، هي انتقام من الجنوب. من الأخير أنا أعطيك، ما يحدث هو انتقام من الجنوب من جانب بعض الأشخاص من الشمال. الوضع أصبح واضح وصريح، ولا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. يريدون أهل الشمال أن يقولوا هذه المناطق التي يدعي التحالف أن حررها لا يوجد أمن، لا يوجد أمان، لا يوجد استقرار، لا يوجد اقتصاد، لا يوجد. هذه حقائق واضحة. ما حدث في مارب، منظومة الباتريوت أو الصد الإماراتي قبل 3 ليالي، قبل 3 ليالي يا جماعة، أرجو أن تقول لضيفك في برلين إذا كان لا يتابع، بأن قبل 3 ليالي كان هناك صد صاروخ حوثي على أحد المواقع في مارب. أين كانت الإمارات؟ من الذي صد؟ هي الإمارات العربية المتحدة. قبل أقل من أسبوع يا أخي ما حصل في التأس هو صد هجوم حوثي عن طريق القوات الإماراتية العربية المتحدة. يا أخي أنا الآن لست أدافع عن الإمارات، فالإمارات أكبر من دفاعي، والمملكة العربية السعودية أغنى وأكبر من دفاعي، ولكن هي حقائق ملموسة على الأرض. نحن لا نريد أن نطمس الحقائق، لا نريد أن ننجرف وراء الإعلام القطري أو الإعلام الإصلاحي في اليمن. يا أخي رجال اليمن يعلمون جيدا ماذا يحدث في اليمن، وهناك الحكماء وهناك العظماء وهناك من يعي ماذا يحدث وماذا يحاك ضد اليمنيين. هناك مخطط. طيب هي المشكلة أستاذ سلمان ليست إعلام الإصلاح كما تقول، ولا إعلام الإصلاح يتصل بعبد الخالق عبد الله ولا أنور قرقاش ويأخذ منهم تصريحات وبالتالي تصدر هذه المواقف لهذا الإعلام الذي تقول. هم يصرحون ويغردون في صفحاتهم الشخصية. تبقى مع أستاذ سلمان، وأرحب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ عبد الناصر مودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا بكم. ما يحدث الآن من تصريحات على لسان مسؤولين إماراتيين وأكاديميين إماراتيين حول الانسحاب وبالتالي نفيه، والقول من الطرف الآخر أن هذه إشاعات وتهويلات ومبالغات، أنت إلى أي قراءة وإلى أي طرف ربما أقرب؟ ما الذي يحدث وما الهدف من هذه التصريحات، ولماذا لا تأتي على لسان القنوات الرسمية للتحالف العربي؟ مساء الخير أخ سامي، وتحية الأخ سلمان. يعني المسألة من تتعلق بطبيعة
الآلية لاتخاذ القرار، يعني ليس هناك من تصريحات رسمية تتحدث عن ما تم أو ما يحدث، هناك فقط كما ذكرت تغريدات، تسريبات، أحيانا كلمات مشتزاهة، وبالتالي هذه ليست مواقف رسمية، ولهذا السبب ستظل الحديث حول هذا الأمر فقط من خلال التكهنات ومن خلال الاستنتاجات، وفي هذه الحالة المسألة ستصبح مواقف شخصية لأي كان يتحدث عنها. يعني ما رشح من معلومات أو ما يرشح من معلومات، هناك بالفعل انسحاب إماراتي من بعض المناطق الشمالية تحديدا، ويبدو أيضا تخفيف عدد القوات في بعض المناطق الجنوبية. الحديث عن استراتيجية جديدة، أيضا هذا الحديث ما هي الاستراتيجية الجديدة؟ الكلام عن بناء السلام، ما هو السلام؟ ماذا حدث على الأرض حتى يحدث أن هناك الآن أو أن الحرب انتهت بالنسبة للإمارات؟ يعني هي تصريحات ليس لها من معنى، لأن الحرب الآن، الحرب الهدف الأساسي من هذه الحرب هو القضاء على الحركة الحوثية، ولكن ما يحدث الآن الحوثي هو مما كان عليه بداية الحرب، وبالتالي عندما نقول أن الحرب شرفت على الانتهاء وأنها ستنتهي، معنى هذا أنه تم التسليم، سيتم تسليم الحوثي المناطق التي سيطر عليها، وفي حال الانسحاب دول التحالف من المناطق الأخرى سيستعيد الحوثي معظم هذه المناطق، وبالتالي وكأننا أمام نهاية الحرب لصالح الحوثي. لهذا سبب الكلام هذا غير مفهوم وليس له من معنى. إن كان هناك الحديث حول أن الإمارات ستنكفئ، أن الإمارات يعني لديها استراتيجية جديدة بالانسحاب تماما من اليمن، هذا أمر يبدو هو الأكثر رجحانا. طيب، وهل هناك وقائع على الأرض تثبت هذه الاستراتيجية الجديدة أو هذا التحول في الموقف؟ ما سمعت السؤال ممكن مرة أخرى؟ الآن الحديث من قبل الإماراتيين عن استراتيجية جديدة ربما للتعاطي مع الملف اليمني والحرب في اليمن، هل هناك وقائع تثبت هذا التحول أو هذا التغير في الموقف؟ وما هو أهداف، إذا قلنا ليس انسحاب، قلنا إعادة تموضع أو إعادة انتشار للقوات الإماراتية؟ يعني دعني بس فقط أتكهن بأن الإمارات يبدو أن لأسباب داخلية، الأسباب تتعلق بصراع مع إيران، بل انكشاف، يعني هو حدث انكشاف أمني خطير، انكشاف استراتيجي بعد أن صعد ترامب الأزمة مع إيران وعرض دول الخليج الحليفة له، وبعد ذلك قال بأنه ليس مستعد للدفاع عنها. وهنا حدث انكشاف واضح، يبدو أن هذا الانكشاف جعل الإمارات تفكر بأن عليها أن تخطو خطوات أخرى وأن تغير من استراتيجيتها في التعامل مع إيران، بما في ذلك تعاملها مع إيران في اليمن، وبالتالي التفاهم مع الإيرانيين بشكل أو بآخر ضمنيا فعليا بأن تنسحب من اليمن مقابل أن يضمنوا سلامتهم من إيران وسلامتهم من الحوثيين الذي أصبح قادرا على تهديد مناطق ربما في الإمارات نفسها. وبالتالي هذه هي يبدو وهي ليست استراتيجية، لأنه هذا شغل فيه نوع من العشوائية، يعني أن تقوم بعملية ضخمة في اليمن بتلك الضخامة بتلك الإمكانيات وبذاك الزخم، ثم في لحظة ما تتراجع عنها هكذا دون أن يكون هناك مبررات، معنى ذلك بأنك منذ البداية لم تدخل في استراتيجية ورؤية واضحة، وبالتالي الآن أنت تنسحب لأنك منذ البداية لم تدخل وفق استراتيجية واضحة وأهداف حقيقية قادر على تنفيذها. لهذه الأسباب كلها يبدو يعني كما أؤكد يعني الآن أن الإمارات بالفعل هي بصدد مراجعة، بصدد اتخاذ سياسات جديدة مختلفة عن سياساتها. طيب أستاذ عبد الناصر، سأعود لك لنتحدث عن الربط. طيب أستاذ عبد الناصر، سأعود لك للحديث عن من يربط بين هذه التصريحات والموقف الإماراتي الجديد مع مستجدات الأحداث اليوم في اليمن وتطورات في الجنوب تحديدا، لكن أعود مرة أخرى للأستاذ سلمان عسكر. أستاذ سلمان عسكر، البعض يرى أيضا في هذه التصريحات أنها تأتي في سياق ربما ما حدث
من لقاءات إيرانية إماراتية في طهران، في العاصمة الإيرانية طهران، أنها ربما نتيجة لهذا التطور الملفت في العلاقة الإماراتية الإيرانية. المملكة العربية السعودية كيف تنظر إلى ذلك؟ كل دولة، يعني المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو غيرها، كل دولة لها سيادتها الخاصة ورأيها وتوجهها السياسي الذي لا يمكن ولا يحق لأي دولة أن تتدخل. المملكة العربية السعودية دائما تنأى بنفسها من التدخل في شان أي دولة خارجية، ولكن مثل هذا ما حصل من اجتماع أو يحصل سواء بين المسؤولين الإماراتيين أو المسؤولين الإيرانيين أمر طبيعي في عالم السياسة، ومن حقهم في الأخير. يا أخي، عدوي اليوم قد يكون صديقي غدا. لكن الملاحظة البسيطة على كلام لضيفك من الأردن، وأنا استمعت لكلامه العاقل والمنطقي بكل أمانة، هناك يعني نقطة بسيطة، يعني أن الإمارات لديها مخاوف من تحركات إيرانية لها. أعتقد هذا الأمر لا يزعجها أبدا. لماذا؟ لأن لو كانت تخاف من هذا الأمر لما تدخلت من البداية في اليمن، لأنها تعلم الإمارات أن من يدعم الحوثي هو إيران. ولا زالت إيران يا أخي، لا زالت الإمارات على لسان أنور كركاش في آخر تصريح الذي أنت قرأته قبل قليل تحذر من إيران ودعمها للحوثي. يعني شوف، هناك وفد يلتقي في طهران، وهناك مسؤول كبير ليس شخص من خلف الطاولة أو مستشار ما أدري زين جابوه وقالوا يتكلم، الذي يتكلم هو أنور كركاش، يقول الدعم الإيراني للحوثيين. فيجب ألا نربط الأمور ببعضها عند منطق لقاء قادة إماراتيين بمسؤولين إيرانيين في طهران. أضف إلى ذلك سيدي، وهذه المعلومة نريد أن نوضحها، تم تداول أن هناك تواصلات كبيرة واتصالات عليا بين قيادات حوثية وبين قيادات إماراتية. يا أخي، أنت تضحك على هذا الكلام. إحنا الآن وعنا مصدق مين؟ يعني عبد الملك الحوثي بيتنازل محمد بن زايد يكلمه؟ يعني بيتنازل محمد بن راشد يتكلم الحوثي عبد الملك؟ يا أخي، هذه عصابات إنقلابية لا يقبل التحالف ولا قيادات التحالف ولا قيادات دولهم أن تنسب إلى مستنقع تفاهاتهم للتواصل معه. لا تتواصل مع قيادة الإنقلاب، لكن مبرر أن تتواصل وتذهب إلى طهران لتلتقي بمن يدعم بالسلاح وكل أنواع الدعم الإنقلاب. أستاذي، لو تكرمت تسمح لي أوضح نقطة حول إيران. يا أخي، يجب أن لا نضع إيران، يعني إيران معروف أنها تدعم الإرهاب ليس في اليمن، تدعم في سوريا، تدعم في العراق، تدعم في كل دول العالم. ولكن إيران دولة تدعم من تحت الطاولة وتخشى المواجهة، تخشى المواجهة. صدقني أن أضعف دولة في دول الخليج واللي هي الدوحة أو قطر لا تستطيع إيران مواجهتها. إيران تعمل من تحت لتحت، لا تستطيع المواجهة مع الكبار، لا تستطيع أن تواجه الإمارات ولا تستطيع أن تواجه السعودية. فلذا هي تبقى تلعب مع الأطفال وتدعمهم بالأسلحة والمخدرات والمتفجرات لإحراق الوطن العربي. فلذا لابد أن ننظر إلى مثل هذه اللقاءات التي تحدث أو الاتصالات التي ينشرها بعض وسائل الإعلام المعادي لا تعني شيئا، وأن القافلة ستستمر. والأهم من هذا كله أن هدف التحالف في اليمن لا زال قائم حتى حال هذه اللحظة وسيستمر، وهو تحرير اليمن من العصابات الحوثية الإيرانية، وهذا هو الهدف الرئيسي. أشكرك جزيلا سلمان عسكر، الكاتب الصحفي السعودي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض. أعود وأختم بسؤال أخير مع الأستاذ عبد الناصر المودع، هل من ربط بين هذه التصريحات والمواقف والتطورات الأخيرة فيما يحدث خصوصا في المحافظات الجنوبية؟ يعني ليس بالضرورة، لكنه في نفس السياق، يبدو أنه يعني علينا أيضا أن نأخذ التصريحات هذه وكأنها ضمن استراتيجية أو تفكير عميق يتخذ. نعرف أن القرارات في هذه الدول تتخذ بشكل ارتجالي وانطباعات شخصية، وبالتالي نجد هذا يصرح وذاك يغرد وهذا يتحدث وهذا يطلق أوامره، وفي النهاية هذا بيعكس حالة من الضعف، هي ليس حالة من القوة، حالة من الضعف وحالة من الوهن. هؤلاء يعني من البداية دخلت الإمارات الحرب في اليمن برؤية يبدو متناقضة، يعني اتضح في النهاية أنها متناقضة مع الرؤية السعودية. دخلت وتريد دعم الانفصال، وهذا الانفصال أمر مستحيل أن يتم، يعني أي طفل صغير
الأخير وليس خبير استراتيجي يستطيع أن يقول الإمارات هذا المشروع مشروع مستحيل أن يتم داخليا وإقليميا ودوليا. القرارات الدولية الشرعية التي دخلوا باسماء شرعية الجمهورية اليمنية ليس هناك من مصلحة سعودية، بل على العكس الانفصال هو مصلحة إيرانية بالدرجة الأولى، لأنه يثبت الأمر الواقع الحج في الشمال والانفصالين في الجنوب. وبالتالي يعني إذا كانت القرارات الرئيسية والأساسية كانت قرارات خاطئة ولا تنم عن حكمة ولا عن رؤية ولا عن بعد نظر، فكيف القرارات الأخرى تكتيكية إذا جاز التعبير، يعني انسحاب أو إعادة الموضوع. بالتالي هذه الدولة يعني تتصرف بارتجالية كبير، لا نأخذ تصريحات هذا أو ذاك بمحمل الجد، بعضها نوع من الأماني وبعضها نوع من ادعاء غطرسة قوة للناس يعتقدوا بأنهم يستطيعوا أن يصيغوا الشعوب كما يريدوا لمجرد أن لديهم فائض من المال لم يتعبوا فيه ولم يقوم بجهدهم. ولهذا يعني علينا أيضا نحن كيمنيين أن نحن أنفسنا نسأل أنفسنا حول أي مشكلة في اليمن، ماذا فعلنا نحن، ما هي مسؤوليتنا نحن، وتحديدا ما يسمى سلطة شرعية، ما يسمى أحزاب سياسية، ما هي أدوارهم اليوم. يعني رئيس الوزراء يغرد بأنه بما يحدث في الجنوب، بما يحدث في عدن، بأنه سيتفاهم ويتشاور مع التحالف، وكأنه يريد أن يقول يعني هل هو ليس لديه سلطة، هل هو تحت سلطة احتلال، هل التحالف هو الذي يدير الأمر. إذا كانت ربما هذا قد يكون موضوع لنقاش آخر وحلقة أخرى. أستاذ عبد الناصر المدعي، أشكرك جزيلا، لم يعد لدينا وقت في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج وضيوف هذه الحلقة ومنتج حلقة اليوم الزميل ماهر أبو المجد.